هنزل دي شوية تحت كده تنزل معايا في الدنيا، وطيت قوي، يبقى البوم لينس اللي هو طبعا لايدنج اوفر هانج ناقص 0.2، تمام. ونعمل الكالكوليشن، النتائج عاملة ايه؟ النتائج برضو مش كويسة. طيب نلعب لعبة تانية، نخش نغير في الدرجة. هو جرب من 5 لحد 15، تعال نجرب اوبتمايز اول فاريانت. خلاص، يبقى احنا كده عرفنا ان الكشاف اللي اقل منه مش هيديني نتائج مرضية، وانا كده عملت الاوبتمايزيشن وان الكشاف الـ66 كان صح. هرجع بس ديت كده اللي هي 0.3 من 10. هنا الكشاف لما اختلف، البوم لينس اختلفت معايا لان ابعاد الكشاف اختلفت شوية، تمام. فممكن شوية تعديل كده شوية، لو خلينا دي 4 من 10 مثلا، خلاص نخليها بالعكس 0.25 اهي 0.2، لان ابعاد الكشاف داخله معايا جوه الموضوع. ماشي، تمام، ابعاد الكشاف معايا داخله جوه الموضوع.